لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة إسطنبول التركية الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا بكم دكتور. مرحبا، حياكم الله. دكتور، كيف تفسرون المحاولات المستمرة لاستهداف قناة الرافدين على غرار تزوير صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناتكم المجاهدة المباركة التي لها حقيقة وجود ظاهر ومؤثر في المشهد العراقي اليوم بشهادة الكثير من أبناء الشعب العراقي من في داخل العراق بل وفي خارجه كذلك. حقيقة هذه المعركة هي معركة مفتوحة كما يقال، مفتوحة على كل الوسائل، ولأن كلمة الحق موجعة لهؤلاء للذين سرقوا العراق وسرقوا ثرواته بل استباحوا دماءه ومقدساته. هؤلاء لا يجدون اليوم أو لا يتحرجون اليوم من استخدام أي وسيلة حاشاكم قذرة وعذرا للمشاهد الكريم من هذه الكلمة، لكنهم فعلا يستخدمون كل الأساليب لمحاولة التشبث بمناصبهم وما يسمونها بمكتسبات على حساب الشعب العراقي، بما في ذلك هو محاربتهم لكي أي جهة تقوم بتوعية الشعب العراقي، بنقل الصورة الحقيقية إلى العالم الخارجي، بإنارة الطريق العراقيين ومنهم خارج العراق من خير العراقيين وإطلاعهم على حقائق ما يجري في العراق. لذا نجد هذا الأسلوب في التزوير، في انتحال الصفة، هو نوع أو جزء من هذه الحرب التي تقوم بها هذه الجهات. دكتور، إلى أي مدى تعد هذه المحاولات والأساليب فردية أم أن جهات معينة تقف خلفها تغضبها المتابعة اليومية لقناة الرافدين ودعمها للمتظاهرين وثورة تشرين؟ لا نعم، هنالك بعض المحاولات الفردية لكن ليس على هذا الصعيد. يعني نحن مثلا كما جاء في بداية تقريركم عن محاولة البعض المتكررة انتحال الصفحة أو الحساب الرسمي للدكتور مثنى الغاري، وهي ليس له بالمناسبة، وقررنا ذلك أنه ليس له حساب رسمي على الفيسبوك. نعم. هذه كانت لها أهداف خاصة، لكن ما نشهده اليوم حقيقة في قضية خاصة انتحال وتزوير صفحة باسم قناة الرافدين، هذه نرى المنشورات، يعني الذي يتابع هذه المنشورات الموجودة في هذه الصفحة يدرك أن القضية هي لا تتوقف عند فقط الجانب الشخصي الذي ذكرته قبل قليل، بل هي وراءها مؤسسات تقوم بهذا الأمر، ولا سيما حينما نجد أن المنشورات في هذه الصفحات هي بقصد تشويه أولا القناة وتشويه رسالتها ومحاولة زرع أو زعزعة ثقة المواطن العراقي المشاهد الذي بات مقتنع أن هذه القناة تنقل الحقيقة كما هي. هذا من جانب. من جانب آخر هو يحاول أن يستغل هذه الصفحة أو هذا الاسم لبث سمومه والترويج ما يريده من حرف أصلا حرف البوصلة، بوصلة المتظاهرين وما يريده المتظاهرون والشعب العراقي. في ذات السياق دكتور، وبالحديث عن المشاهد، إلى أي مدى تعتقد أن الرأي العام في العراق قادر اليوم على التمييز بين المحتوى الأصيل والمحتوى المزيف لخطاب الرافدين ولخطاب كل المؤسسات الإعلامية التي تنقل هذه الثورة؟ يعني 16 عاما ليست بالقليلة، وما نشهده اليوم من تجاوز أبناء الشعب العراقي كل المؤامرات التي زرعت فيه وحاولت هذه المؤسسات الدولية، يعني دول عظمى ودول كبيرة وإقليمية، حاولت زرع الشقاق والخندقة الطائفية في أبناء العراقي ففشلت. فالشعب العراقي اليوم وصل إلى درجة كبيرة من الوعي الذي استطاع أن يتجاوز مثل هذه المؤامرات وهذه الخدع والأساليب، وبالتالي هذا الشعب اليوم هو أيضا قادر على تمييز الذين يريدون أو يبثون الخطاب الصحيح من المزيف، من الذين يريدون من خطابهم أهداف خاصة أو أهداف وطنية حقيقية. نحن اليوم الشعب العراقي نجده من خلال مداخلاته متابعاته نجده أنه يعرف واضحا بشكل صريح وواضح من الذي يقف معه ومن الذي يريد أن يستغل الشعب أو يستغل
مآسيه لمصالح خاصة أو حزبية أو نحو ذلك. دكتور، كيف يمكن أن تؤثر هذه المحاولات لتزييف وتشويه قناة الرافدين سواء كانت فردية أم ممنهجة، كيف يمكن أن تؤثر على خط قناة الرافدين في نقلها ورسالتها لنقل الحقيقة؟ لا بالتأكيد، يعني نحن ندرك أن هذه لن تفت من عضد القائمين على القناة ولا الجهات الداعمة لها والواقفة وراءها والمؤيدة لها، وبالتالي أيضا لا نتوقع أن تكون هذه الممارسات ستؤثر على المتابع الحقيقي المؤيد أو المتأثر بخطاب هذه القناة، والذي أدرك حقيقة بعد هذه السنين الطويلة أدرك ما هي الرسالة الحقيقية للقناة وما هي أهدافها وماذا تريد. بالتأكيد لن تنطلي عليه هذه الخدعة وسيكتشفها، ورغم هنالك ربما الذي يدخل على هذه الصفحات ربما يجد بعض المتابعين لها أو المتأثرين بها، لكنه لا يزالون هؤلاء قلة لا تقارن بالمشاهد الحقيقي المتأثر الحقيقي بالشعب العراقي الذي انتفض اليوم مطالبا بحقه وضد الباطل وأهله. الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني، كنتم معنا عبر سكايب من مدينة إسطنبول التركية.